رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير للأبطال مساء الويكند الجميل مساء الحب لكل اللي تابعون برنامج استديو الأبطال ردينا نعيش لحظات الوناسة والدردشة مع بعض أنا ويا مشاع مساء الخير مساء الورد يا عبدالله وأبي أقول مساء الويكند للأصدقاء الحلوين اللي قاعدين يتابعونا طبعا كل يوم نستانس باتشو ماكو امتحان باتشو عندنا راحة راح نستانس وراح نطلع إن شاء الله ونغير جو من بعد أسبوع امتحانات وضغط نفسي صحيح في البداية أنا بنذكر الأبطال بطرق المشاركة وبعدين اليوم راح نسولف عن موضوع بسيط 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 ولكن هو مهم لكل الأبطال اللي عندهم ضغوطات الاختبارات أذكر بطرق المشاركة في البداية سين باللغة العربية أس باللغة الإنجليزية للاتصالات وعندنا أيضا تويتر البرنامج at أبطال أندرسكور at أبطال أندرسكور الراي أي at أبطال أندرسكور الراي هذا هو الحساب الخاص في تويتر البرنامج وعندنا ايضا انستغرام ابطال اندرسكور الراي طبعا صور تكون نازله وحصريه من عبد الله عبد الله هو اللي نزل صور اول باول حصريه شنو يعني ايش قصدك بحصريه يعني اول باول مو اول باول ترى على فكره صدق ما تنزل مو باول عبد الله ليش الناس بيشوفون صور عبد الله ان شاء الله حاضر نحاول كثر ما نقدر ننزل الصور اول باول ولكن الصور هي عباره عن تواجد الأبطال داخل الاستديو هناك صور كانت لحلقة أول أمس وأمس وأيضا اليوم إن شاء الله بوجود أصدقاء البرنامج اللي عزيزين على قلبنا يعني أولد صديقة أولد موجودة من زمان قبل دانا اليوم عيد ميلادها أو هي صار عيد ميلادها ولكن اليوم تبي تحتفل معنا في البرنامج وصديقات هايين بالطريق هلا وسهلا هلا هلا شكل حلو إنزين وأيضا حمودي صديقنا اللي أيضا نيو ون نيو طبعا بالفترة الأخيرة ولكن هو أيضا دائما يتواجد يعني في البرنامج أهلا وسهلا ترى قاعد أتكلم عنك تدري ولا لا حبيبي صاحب الابتسامة الجميلة هم الاثنين صراحة أصحاب الابتسامة الجميلة طبعا حمودي كل ما ييب لنا معاه كاكاو اي نعم حمودي ملك الكاكاو شكرا يا حمودي حبيبي طبعا كل مرة يسعدنا يدش ما عندك كاكاو كذي فشكرا اليوم عبد الله راح نتكلم عن موضوع مثل ما قلت موضوع حلو موضوع بسيط لقهوة الترويح عن النفس احنا في ضغوطات الاختبارات وبما ان اليوم حلقة الخميس يعني باكر مثل ما قالت مشاعل ما في اختبارات الواحد لازم يتكلم عن نقطة مهمة جدا يمكن مو كل أولياء الأمور دائما إذا كانوا قاعدين يتابعون يقولون الويكند كثف الدراسة فيها بس إحنا في البرنامج بما أن إحنا يعني ممكن أن سوينا لقاءات مع خبراء في علم النفس أو ناس متخصصين أكثر وأيضا عندنا متخصصة في مجال علم الاجتماع الأستاذة مشاعل عقيل موجودة هنا داخل الاستوديو فإحنا عارفين أن لازم واحد يسوي كسرة من ناحية الروتين علشان يرد بقوة شلون تكون إذا كان هو تحت ضغط في الدراسة وفي المذاكرة وأيضا نفسيا لأنه قاعد يذاكر ونفسيا يكون شوي تعبان لأنه يحاتي الاختبارات ويحاتي الدرجات لازم يسوي هذه الكسرة في الويكند فرصة فبما أن باكر يمع ما في أي اختبار وفي دراسة ناخذ الوقت للراحة أكثر من ما هو يكون للدراسة شلون راح ندردش مع بعض شلون صح أبي أقول لك شغلة عبد الله أول شيء مو بس الصغار يكون عندهم ضغط نفسي الكبار قاعد يكمشون شعارهم حتى أولياء الأمور أنا يعني أعرف أولياء الأمور يبتون. إذا صار اختبارات الأم كنا عندها امتحان تبكي الأم يعني أنا أعرف وايد يعني أمهات يدرسون عيالهم ورفيجاتي يعني أغلبهم متزوجات يعني تقولي مشان خلاص أنا تعبت نفسيتي أنا منهارة نفسيتي يعني قاعد أقول ليش ما تخلي المدرسة بروحهم يعني إحنا كنا قبل المدرسة بروحنا تقولي المنهج صار يبي له دراسة أكثر ما صار في صعوبة أكثر فالأم والأطفال مو راضي يستوعبون يعني يبي لهم تشد عليهم فحلو إن الكبار والصغار يأخذون عيالهم يطلعون يرفعون عن نفسهم لازم واحد يأخذ فترة بريك أنا ضد اللي فترة امتحانات سكر تلفزيون سكر كل شيء تليفون ماكو أسحب آيباد ليش؟ أكل شنو صاير؟ امتحان مدش ينحرق يعني الواحد قاعد يدرس هذا امتحان خل الطفل يحس انه هو الامتحان شيء طبيعي ليش انه شيء مرعب الامتحان عنده اوكي انا عندي امتحان اخلي له وقت ادرس اخذ بريك اطلع اكل ارتاح انام في اطفال من كثر الخوف ما ينامون
من التوتر. توتر إيه. وفي أولياء أمور يصرخون علينا. وبعد الامتحانات أنا ما أبي أدش يعني بعد فترة بعد الامتحانات لقيت من كثر ما أنا كانت تصير في وياي من كثر ما أحاتي طلعت الدرجات خلاص الحمد لله ووصلت الهدية وكذي أحلم إن أنا ما رحت هالامتحان أو فاتني الامتحان أو يلي إداري بالمدرسة يقول لي ترى بقالك امتحان أنت ما امتحنته ولازم ترجع. كم مرة حلمت إنه لازم أرجع الجامعة مشاعل إنه شلون أنت اشتغلت وكذي لا لازم ترجع الجامعة لأن في مواد مو بالسيستم نازلة كانت وما أدري شنو ما حسبوا درجاتك. فكنت والله أقوم يعني هو كابوس بصراحة هالأيام إذا حلمت وأنا بالحلم أقول صدت الحركة لا تصير والله أنا عرفت إنه ترى يا عمي ترى حلم ما متخرج أنا أدري أدري لا أنا دائما أحلم إن أنا رايح الامتحان عندي امتحان بعد شوي راح أدش مدارسة دائما أحلم إن أنا مدارسة فتلاقيني حتى أتوتر طول الوقت متوترة فترة امتحانات أنا أكثر إنسان بالدنيا أتوتر فترة امتحاناتي ما لي خلق شيء أتعب بس لازم أخذ بريك ساعتين ثلاث ساعات طبعًا. إن أطلع يقول شلون باكر امتحان انت بتطلعين شي لازم غير جو شلون احكي روحي يعني واختنق واظل ابكي واظل متنشنعه على الناس اللي حواليني ما ابي اكلم احد علما ان بيتنا هدوء كلهم يعني ما في احد لما انا جت لي فتره يقولوا درسي يلا مش احد درسي درسي عندك امتحان شدي حيلك ما ادرس اعاند بس لما الواحد يقول لي درسي امتحانات بس تحسفين انه لا صح زين لما ننتقل لنقطه ثانيه الحين اللي هي. انت شلون تقدرين يعني انت لانك كونك طالبه الحين زين شلون انت مشاعل بهذا العمر بعمرك انت ها بعد شوي نرجع حق الصغار غير طبعا عن الكبار انت شلون تقدرين تكسرين الروتين وتاخذين البريك بصراحه شو تسوي ان انا اقول لك انظم وقتي لا 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 قصدي الحين فتره الراحه اي مو ساعتين لا يوم كامل لازم اطلع برا البيت عقب امتحاناتي ولا اثناء فتره الامتحانات اثناء فتره الامتحانات احنا قاعد نتكلم اثناء فتره الامتحانات اوكي اثناء فتره الامتحانات اخذ كم ساعه اطلع فيه مو يوم كامل اخليه كله طلعه عرفت ما اقدر قصدي لا قصدي انت قاعد تقولين بريك بين الدراسه هذا البريك كل يوم يصير حتى باكر امتحاني اسويه انا قصدي لا كسر الروتين بالويكند بالويكند ما سوينا شيء انا يعني سيستمي واحد الا ارتاح متى اللي لما اسافر بس هذا اللي احس انه في تغيير عندي بس نفس الشيء نفس اليوم نفس الدراسه نفس التوقيت نفس الشكل اي شكل حلو اقول لك انا اكثر فتره احب ادرس فيها اللي قبل الامتحان بكم ساعه اقعد مبكر حيل واقعد ادرس احس المعلومات يعني تكون ثابته بمخي احب انام انا ما احب اخلي اول شيء بخاطري يعني وخصوصا النوم يعني وقت الامتحانات اكل وانام وادرس والحمد لله درجاتي يعني زينه في ناس ما تنام الفير هاي تقولين درسوا فتره الفير ما يركز ويقول شلون نمتي وقعدتي واحنا قاعد سهرانين ما يبنيها درجه شيء طبيعي المخ ما راح يستوعب شيء طبيعي ان هي صار لها شهر قاعد تدرس لا يعني تقريبا يعني اقل من يعني 25 يوم انا اركز ويا الدكتور لا لازم انتبه انا بالكلاس اكون منتبهه عشان شيء في ناس ما تنتبه تقول لك اوكي بدرس خصوصي او انه يخلي هذا كيفه ولا قاعد اسولف في رفيجاتي انا حتى رفيجاتي اذا مثلا كلاس في رفيجاتي ما اخذ ليش عشان اخذ راحتي انا ادرس خليت مره كلاس ويا واحده من رفيجاتي احبها اموت فيها زينب رفيجتي جبت سي أتذكر لما بالأحياء لا بسم الله عليها بسم الله عليها الله يحفظها إن شاء الله يا مزقرات زين حلو ننتقل خشاع لسؤال ثاني وين حسيت إن أنا قاعدة في برنامج جايكم شباب وأنا كذي قاعد أسأل وهي قاعد تجاوب زين نبي نتكلم الحين عن الأبطال اللي قاعدين يتابعونا شلون نقدر نكسر الروتين وشنو المفروض نسوي بكسر الروتين الأشياء المفيدة اللي نسويها ترى مشاهدة التلفاز شيء مفيد إذا أنت تحب سوي اللي أنت تحبه في أشياء سلبية الواحد يتابع تلفزيون في ناس يقولون أنت قاعد تتابع تلفزيون قاعد تشغل مخك لا دام أنك أنت حاب شايف أنه في راحة أنك أنت تتابع تلفزيون تابع تلفزيون شبع اللي فيك وبعدين تقدر ترجع حق الدراسة إذا أنت من عشاق أنه يقرون قصص اقرأ قصة بالقراءة إذا أنت من عشاق يطلعون برا البيت وأتوقع الأغلبية أن أنا كسر الروتين عندي أطلع من الجو اللي أنا فيه أطلع برا البيت تقدر تروح تزور أهلك في الويكند هذا كسر روتين مو شرط نطلع ترى سوق ونطلع نروح مكان لا أروح بيت أهلي ترى هذا كسر روتين أسولف وأقعد وياهم وأشوفهم إذا بطلع أقدر أروح مجمعات أقدر أروح أي مكان حدائق عامة على البحر هذا هو كسر روتين بس أبي أقول شغلة واحدة أبي أقول حق أولياء الأمور الحين قاعد يتابعونا رايحوا بعد البرنامج رايح لكم ساعتين ثلاثة اخذوا عيالكم وليش ما البرنامج داشين جيم يعني
لا يشتغلون لان ينامون لان يكونون توهم راضين من الدوام الحين قاعد يتغدون اي فتره غداء الحين فناموا ساعتين ثلاثه العصاري كذي اخذوا عيالكم روحوا شوفوا لكم فيلم حلو بسينما عقب طلعوا تعشوا وردوا البيت صدقوني راح تستانسون واطفالكم راح يستانسون راح يكسرون روتين واللي ما راح يطلع عياله وعياله بيطلعون دقوا علي انا اوديكم اف عليكم صح أي. مشاعل انا اساعد كل الطلبه اللي مو قادر يروح سينما ولا مو قادر مشاعل مجرى باص بالويكند اذا بتروحون سيارتي ما تكفي الاثنين ادري ما ادري انت ابطل يعني. دبه ايش قصدك ناخذ صار عادي اذا سولفت وايد يصير فيها شيء ناخذ صار ابطل دبه الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اضواء شلونك بخير الحمد لله شلونك والله انا بخير الحمد لله تفضلي يا اضواء الحمد لله أول شيء بقول لك الحمد لله على السلامة ومنور رغم إن جات متأخرة شوي الله يسلمك مو مشكلة ما خلص الأسبوع فمسموح تفضلي وممكن مشاعر شوي سلم عليها إيه يوصل سلام السلام عليكم وعليكم السلام أهلا مساعي شو أخبارك حبيبة قلبي الحمد لله تمام أخبارك أنت الحمد لله بخير حبيبة قلبي أول شيء حاب أقول تحياتي حق عبود ومشاعر أكيد الله يسلمك شكرا وحق جروب عشاق عبود وجروب مشاعر وبتين نسلم عليكم وايد الله يسلم عليها وحب أقول حق أطلال أستفايل الله يوفقها بالامتحان باكر يا رب باكر؟ إيه جمعة باكر يمعة أكيد باكر لا قدرات شنو؟ حق القدرات ها القدرات قدرات. صح القدرات يكون في فترة الويكند يصير علشان يكون ما في زحمة وكذي ودائما يحطونه في فترة الويكند ما عليه عموما هذه فترة بسيطة ومو مكملة فترة اختبار في الويكند الله يوفقها ويوفق الجميع كلمة ثانية يا أضواء لا شكرا شكرا جزيلا مع السلامة باي باي أبي أقول نصيحة حق طلبة الثانوية العامة قاعد يمتحنون الحين إذا قادر إنك تشد حيلك شوية وتروح تمتحن قدرات إنجليزي شد حيلك وروح عشان لا تقعد كورس كامل تاخذ تمهيدي الانجليزي يعني هذه غلطه انا طحت فيها فما اتمنى ان احد يطيح فيها يضيع وقت كبير يعني في ناس خذوا يعني اول ما شجعنا خذوا 1 for 1 1 for 2 انا على طول حين تمهيد وشفاء روح امتحنوا القدرات صح. احسن عشان تستفيدون صح انجليزي ليش ما تسكرين الموضوع هذا انجليزي لا ها تمهيدي ايه تمهيدي عشان لا يقعدون كورس كامل ياخذون سهل سهل يلا ناخذ تفضل خذ اتصال ثاني خذ اتصال سهل والله خلصت من اول مره الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من معاي سبيكة سباكة شلونك زين الحمد لله انت شلونك زين الحمد لله يا رب العالمين سباكة مشاركتك وادي تحياتي قولي تحياتك حبيبي حبيت شكرا تحبك العافيه هذا حق نقول منوره وقلك العام انت بخير هي اكيد تقول شو انت بخير هذا حق خال تعبير اي مكتوبه طيبه حيوته اي عاطف المطيري اي ودوشه اي وبتول اي وفاشل اي عصام القحطاني اي حكي ربي حبيبتي تحية كبيرة لك يا سباشة وشكرا على المشاركة الدائمة في برنامج سدوا أبطال وإحنا نحبك وايد شكرا باي باي. على فكرة دانا ترى طلعتي على الهواء وأنت تسوي لي جديد يلا ناخذ معي اتصال اليوم يومك يا ولد العب يلا ألو أوكي على ما ناخذ اتصالات ومشاركات في برنامج سدوا الأبطال على سريع نذكر بما أن دانا اليوم بعيد ميلادها نذكر أن كل خميس وسبت في برنامج سدوا الأبطال نقدر نحتفل مع بعض بعيد الميلاد دانا قبل يومين عيد ميلادها ولكن مشت مع سيستم الأبطال يت يوم الخميس بريك ورادين ندردش معاهم كل الحلوين من بعد البريك وراح ندردش مع دانا والبنوت الحلوه صديقتها وحمد ايضا لكن مع عبد الله صحيح مثل ما احنا دائما نقول ان كل شخص يحبونه اشخاص وايد يحبون يسمعون منه فعلشان اي نصيحه يقولها صغير ولا كبير يسمعها لانه هو يحب هذا الشخص فدائما يشوف انه
الكلام اللي يقوله قد يكون 80%. انا بصراحه انا عندي ناس احبهم طبعا، الام والابو شيء ثاني، ولكن ناس من برا قد تكون نوع من القدوه اني انا اسمع كلامه. فعلشان كذي شوف هالمقدمه ليش، ها علشان كذي عندنا دانا ما شاء الله في وايد بنات يحبونها، فعشان كذي بيعرفون دانا شو تسوي وشلون تقدر ترفه من حالها. هي اليوم راح تجاوب لكم وراح تسمعون كلامها انكم تحبون طاصر فيها. شلونك دانا؟ زين. كل عام وانت بخير. بخير. هابي بيرثدي يويو. دانا كم صار عمرك الحين؟ قولي حق كل اصدقائك واللي يحبونك واللي يتابعونك. 10 سنوات العمر كله. اول مره سويتي عيد ميلادك باستديو الابطال متى كان تذكرين؟ السنه اللي طافت. اول مره انت من زمان اللي طافت. تدرين اول ما طلعتي باستديو الابطال تذكرين اليوم هذا اللي يابوك فيه استديو الابطال، كنتي اول مره كنت تطلعين بالتلفزيون، تذكرين متى هذا؟ ما تذكرين ولا تدرين كم كان عمرك؟ لا استديو الابطال كان انا ايش قايل يعني مثلا بس 4 مليون؟ 4 سنوات ما شاء الله. لا بل 4. اي سحبه 4 6. اي والله ما شاء الله. اي والله الحمد لله. شوفوا ليه الحين من 6 ما صلعت، كله اتكلم عن الصلاه ويبقى شو تشاري مخليه لكم انا. حلوين. اول شيء ثاني شيء نقول لك مره ثانيه كل عام وانتي بخير ومنوره الاستديو. وايضا ما جاوبتي على السؤال صح، بغيت انتقل. قوليني اي سؤال. اي سؤال؟ السؤال اللي قاعد نسولف عنه انا شعول توه. شنو ترى اذا قاعد تستحد سار؟ شوفوا شوفوا صوروها من تحت، قاعد تسوي شيء صايد الحركه تعرف سوالف اخراجيا تعرف. يلا جاوبي ولا ما تبين؟ اذا ما تبين سوي نفس سوا. شوف قاعد تنزل تعرف صايد الكادر. خلاص اوكي. ايضا ننتقل حق فنانتنا وصديقتنا وايضا في ناس وايد يحبونها ودائما او ثاني مره ولا ثالث مره طيب ها ايه ثالث ثالث مره داخل استديو الابطال. اليوم ليش جايه وحق منو بالضبط؟ تفضلي. جايه عشان صديقتي اللي اعتبرها مثل اختي دانا خالد. دانا عشان الله شو دانا شلون ترمش الملكه اليزابيث قاعده مو دانا ها. زين شنو حابه تقولين لها؟ تفضل. حابه اقول لها كل عام وانت بخير واقبل مليون سنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انزين تقدرين تجاوبين على السؤال اللي قلته توه؟ انت اذا قاعد تدرسين فتره دراسه تبين شوي تريحين شو تسوين دائما؟ عادي اخذ راحه، يعني اخذ نص وقتي اني ادرس واخذ شويه راحه. عشان الراحه تكون بالبيت ولا تطلعين يعني امك تقول لك يلا اليوم خميس باكر في بريك بس راح تردين باكر تدرسين بس امشي نطلع شوي. إيه كذي يعني. وين تروحين دائما؟ يعني اليوم الاسبوع اللي طاف يوم الخميس درست ويوم اليوم رحت البر. حلو. لما رديت بعدين يوم سبت درست كملتي دراسه، حسيتي انه شوي كسرتي الروتين ها؟ برافو عليك وهذا اللي احنا نبي. اخر واحد حمد هو دائما يسوي روحه ما يدري بعدين شفتني ياخذ المايك. حمد شلونك؟ ها؟ حمودي شوف احنا كل ما تاخذ المايك نقصر صوت الموسيقى ونقصر على كل شيء علشان نسمع صوتك. نقصر. يلا قول لي اسمك، انت ابيك تقول لي اسمك، شو اسمك عشان اسمع صوت؟ لا ما اسمع كذي، شو اسمك؟ حمد. صوت عالي، شو اسمك؟ حمد. ايوه كذي، حمد شنو؟ عدوان. حمد العدواني. حمد انت تحب الكاكاو؟ ها؟ عشان كذي انت تجيب لنا شيء انت تحبه؟ اللي هو الكاكاو؟ ها؟ حمد انت تروح مدرسة ولا ما تروح؟ تروح؟ ما تروح؟ زين بتغني اليوم شيء صح؟ يلا غن لنا صوت عالي ها؟ خلنا نسمعك. يلا حمد غن. اللي توه؟ يا الله حبيبي مرحبا. كمل كمل زين عيدها عيدها بعد احنا الحين سكتنا كل شيء. يلا قول ماما. يلا قول قول بس كافي صار هدوء الحين اي احد حاط الراي صار هدوء. يلا صار قوله وصفق حق اللي متواجدين ويانا داخل الاستوديو دانا وطيف وحمد يعطيكم العافيه. اكيد تحيه كبيره لهم منورينا داخل الاستوديو وان شاء الله بالفقره الاخيره راح تشوفون كيكه دانا كيكه حلوه وما تحتاج واحد يقصها عشان واحد ياكلها على طول. طبعا دانا ما راح تاخذها معاها البيت لانه راح ناكلها كلها.
الحين راح نروح مع بعض نشوف هذا الكليب ونرجع لكم مرة ثانية، تابعونا. وياك دائما يا ابونا، كلنا يا بابا صباح وياك دائما، بروحنا نفديك ونفدي هذه الارض الطيبه من بعد ما شفنا هذا الكليب الجميل والرائع. وشكرا حق كل القائمين على هذا الفيديو كليب من الى في الاسامي اللي موجوده من خلال اظهار هذه الصوره الجميله لاهداء بسيط جدا لبابا صباح. ننتقل الحين حق الاتصالات وناخذ اتصال في الالعاب. الو. الو قدير. هلا، شلونك؟ زينة الحمد لله، شلونك عبد الله؟ انت شلونك؟ زينة؟ ايه زينة. شو اخبارك زينة؟ ايه زينة الحمد لله. بتروحين مكان اليوم؟ ايه برا، يعني ما ادري. اخذيني ان شاء الله، اذا بروح امرك. صار كذي الحين. مشاعر الحين ماجرى باص تودي، تروحين وياها ويعطونك سناك وجبة خفيفة بعد. ابي اكلم فعولة. ايه كلميها، انت سأليها كل الاستفسارات اللي تبينها عن الرحلة، تفضلي. الو. أنا شلونك فعولة؟ زين الحمد لله حبيبي، شو اخبارك؟ ذكرتيني انا منو؟ وش اقولي لي اسمك واقول شو ذكرتك ولا لا؟ غدير. غدير، عاشت اسمي غدير، ذكريني. ايه؟ يلا لا لا لازم تذكريني. لازم اذكر؟ ايه. زين تسامحيني انا قاعدة من الصبح اروح الجامعة وشي تعبانة. ايه؟ ونسيت. انا باقي عليك قبل هالمرة. اي حبيبتي اكيد عندنا وايد غدير تقول عني غدير حبيبتي. ايه؟ عمري انتي. غدورة تبي تلعبين صح؟ ايه. يلا راح تلعبين مع عبد الله، وفي بعد عندنا اتصال ثاني، تفضل عبد الله. يلا غدير، اوكي جاهزة؟ ايه. يلا خلت شوية، خلنا ناخذ اتصال اللي راح يباريك. الو. الو. ناصر. هلا. شلونك؟ الحمد لله. كم عمرك يا ناصر؟ 12 سنة. هلا بالحبيب، العمر كله ان شاء الله. ناصر راح تلعب مع غدير اللي تو سولفنا وياها، اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ ايه. ابي اسمع الصوتين، جاهزين؟ ايه. يلا خلينا نشوف اللعبه مع بعض. اول شيء غدير، غدير راح نسالك اسئله صح او خطا، تجاوبين صح او خطا. انت أوكي. سيارتك الحمراء لازم توصلين للنهايه، وناصر سيارتك الصفراء، اوكي؟ اوكي. السؤال الاول يا غدير يقول: يعد الخس نوع من انواع الفواكه، صح او خطا؟ الخس. الخس صح او خطا؟ غلط 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 غلط. الخس شنو عيل؟ الخس من فواكه. لا هذا شنو لبس الحين؟ السؤال يقول ان الخس نوع من انواع الفواكه، صح ولا خطا؟ خطا. خطا صح، برافو عليك. الخس مو من الفواكه، من الخضار. ننتقل حق ناصر. ناصر. نعم. يقول لك يعتبر التمساح من الحيوانات المفترسه، صح ولا خطا؟ صح. خلي. التمساح اجابه صحيحه، من الحيوانات المفترسه. غدير. هلا هلا هلا. سؤالك يقول: يلقب الفيل بسفينة الصحراء، صح ولا خطأ؟ صح. غلط غلط غلط. الحين انت كل شوي قاعد تقولين شيء، شنو هذا؟ ما يصير. انزين انزين، والله ما راح امشي السيارة لما تقولين منو سفينة الصحراء عيل؟
منو سفينة الصحراء؟ الجمل. يا سلام، هذا يعني انا كذي احللك ال عبودي انا ذكية ترى. والله عجيبة انت، انت مو بس ذكية، انت عجيبة جدا يعني. والله انت يعني عجيبة. انزين ناصر. نعم. ترى انت بعد عجيب. سؤالك يقول من صفات المسلم التسامح والبخل، صح ولا خطأ؟ غلط. شنو الغلط في الموضوع؟ البخل. صح، برافو عليك، لازم الإنسان يكون كريم والمسلم يكون كريم. حلوين، وصلنا حق المرحلة الأخيرة. غدير. هلا هلا هلا، شلونك؟ زينة. سؤالك يقول انت شاطرة؟ شنو؟ انت شاطرة صح؟ أكيد شاطرة. برافو عليك. الجذر التربيعي حق 64 كم؟ ايه دكتور؟ لا خلاص تغشر، مو هذا السؤال. السؤال يقول تعتبر كوريا الجنوبية من الدول الأوروبية، صح أو خطأ؟ غلط. كوريا وين؟ كوريا بأي أنت إجابتي صحيحة، رحتي عطوها برا الأمان، بس سيارة خلاص دشت بيتكم الحين، تطلع من التلفزيون من فوق تطيح. إنزين ناصر. نعم. سؤالك الأخير يقول يا تتعادل يا تخسر، بكين هي عاصمة لجمهورية الصين، صح؟ صح، والله ما شاء الله عليك، ترى واثق من إجاباته. صف قولهم. برافو يا غدير وبرافو يا ناصر. أجلب وجهي تحياتي. وجهي وجهي تحياتي حق أمي وبوي. إيه. وجهي تحية كبيرة حق أبوي. إيه. أنا هو اللي خلاني تخصصي البرنامج. هو خلاك تسوين كل شيء أبوك، مو بس تخصصي. رجعنا يديتي ترجع بالسلامة، هي وخالي وصفة وخالي مبارك. بالسلامة إن شاء الله، مشكورة على اتصالك، وأنت مميزة طريقة كلامك حتى. شكرا يا غدير، وإن شاء الله ما ننساك المرة الجاية. صح، شكرا لكل أتغاني حميدة دائما يتواصلوا معنا بكم حلقتنا معاكم، لكن نطرونا من بعد هذا البريك. صدقة 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 صدقة. زين الاستديو اليوم ما شاء الله حلوين، علشان نحتفل في الأخير مع دانا ونغني لها بصوت عالي، لأن كل ما زاد العدد صارت الأغنية أقوى في الاحتفال في عيد ميلاد دانا خالد اليوم داخل الاستديو اللي صار عمرها 10 سنوات في برنامج استديو الأبطال. تعرفنا على البعض ويونا البعض الآخر متأخر شوية، من ضمنهم هالبنوتة رفيجة دانا. كم عمرك وش اسمك؟ اسمي موضي. عاشت الأسامي، علي على صوتك، علي على الصوت، علي. عمري 11. العمر كله إن شاء الله. شنو حابة تقولين حق دانا؟ كل عام وانت بخير. كل عام طالعيها؟ قلها كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شو سويها؟ تسوي حركات رياكشنات تخلي الواحد ما أدري يعني. شفيت دانا؟ ماكو شيء؟ ها؟ دانا؟ ترى احنا في كاميرات كلها علينا، كاميرا بس واحدة عليك، اي شيء تسوينه نصيدك فيه مبلا ما تدرين. انزين حلوين، تعرفنا على البنوتة اليم دانا، مشاعل تفضلي وياك الباجي. انت عارف على البنات الثانيين اللي موجودين معانا واللي انضموا لنا الحين وحاطين هالباندات الحلوة، وانت عارف على اول بنوتة؟ الطاف. عاشت لسامي. يا الطاف كم عمرك؟ 11. العمر كله ان شاء الله بتغنين؟ شنو بتغنين؟ طفشانة. شنو؟ طفشانة. إن شاء الله يا رب ما تطفشين. يلا غني. طا طفشانة 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 زهقانة زهقانة زهقانة. طا طفشانة 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 زهقانة زهقانة زهقانة. طفشنا كافي لمتى؟ لا صف نطلع لا شتى. ماما غسي مطبكوي وبابا كيد في غرفته. أنا مليت في البيت فليت أنا مليت في البيت مليت. طاطا طفشانة 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 زهقانة زهقانة زهقانة. أنا ودبدوبي وبس، ما حد في فينا يحس. كل ما طلت قلتوا لي نو، لو مرة وحدك قولوا لي يس. طاطا طفشانة 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 زهقانة زهقانة زهقانة. أنا ودبدوبي وبس، ما حد في فينا يحس. كل ما طلت
عرفت قلتوني نو لو مرة واحدة قلوا لي يس بابا طفشانة 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 زهقانة 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 في بالي خطة لازم تصير أنا أخي لازم نطير بنسافر نعيش الحياة ناكل فشار ونشرب عصير. يا سلام صفقولها صفقولها صفقولها. شو كنت سويت لها الأغنية؟ شنو؟ هذا يسمونه افكت الشرف. لا 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 والله ترى الهبان فن ترى. هذا هبان؟ لا كانت تقول هذا ودبدوبي بس يسوي هذا عبد الله صار ساقع يسوي. زين بسألك سؤال، والله راضي ذمتك في الاجابه، انت لما تقول حق ماما وبابا طلعوني يقولك لا؟ ما يقول صح؟ يطلعونك تقعدين بالبيت تطلعين تلفزيون تاكلين تشربين مرتاحه صح؟ تسافرين اي صح؟ تبي عطله مسافر بعد ها شفتي؟ زين تدرسين تستانسين مع اخوانك او خواتك صح؟ زين ايش طفشان عيل؟ يعني صح ولا لا؟ يعني الواحد دائما ما يحس بنعمه يمعه الاهل الا لما يفقد هذه اليمعه. فالاطفال الصغار الحلوين كثر ما تقدرون حالكم تقعدوا مع اهلكم. لا 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 شو فيك طرب؟ طب يا شيخ خلاص عادي طوفي طوفي مو كذا هم ما يدرون ان انت قاعد تسوي عبالي ما يمون طالع الصوت الناس تسمع بس ما قاعد تشوف خلاص يوم خميس يعني تفضلي ماني جاي خلاص اي يوم خميس ما عندك جامعه من الصبح يا عبد الله لا فعلا يعني الاغنيه هذه ان طفشانه ما في حد طفشان قاعده في البيت حلوه نستانس نسافر نروح نرد نشوف اهلنا نتجمع معاهم فان شاء الله ما حد يطفش لا 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 مقدمة جلسة مقدمة جلسة ما راح تحمل الوطن يلا تتجي تحياتك حبيبي حق من قلبك أوجه تحياتي أول شيء حقك حق عبد الله شكرا حق أهلي كلهم اللي أعرفهم وحق بنات صفي حق فجاتي تحية كبيرة لهم كلهم أكيد هم الحين قاعدين يتابعونك ومستأنسين أنت موجودة الحين على شاشة تلفزيون الراي ننتقل تاني بنوتة حلوة لابسة أحمر لون حلو وباند حلو وش اسمك؟ ريناد ريناد عاشت أسامي كم عمرك؟ 9 سنوات العمر كله إن شاء الله حبيبة قلبي قولي لي بتغني؟ توجه تحياتك؟ إيه حق منو؟ أوجه تحياتي حق عبد الله مشاعل أشكرك أوجه تحياتي حق أمي وأبوي أوجه تحياتي حق رفيجاتي وعاش ومريم حبيبتي تحية كبيرة لك وشكرا وما قصرتي بوجه تحية حق الناس اللي ألتقيهم الناس اللي ألتقيهم شو سمت أنت؟ الناس لا ما قلت الناس أنا عمالي قاعد تقلدين أحد لا لا عبد الله يمزع عني هاي كيكات إنزين كل ما أدش المستشفى يعطوني كاكاو فمشكورين وما قصر طبعا يكون جاي لهم مولود فأمس كان الكاكاو اللي عطاني حق مولود اسمه سعد فإن شاء الله يا رب يتربى بعزكم ويخلي لكم إياه وناسا كل ما أدش يعطوني كاكاو بس إن شاء الله مو مستشفى يعني إن شاء الله والدين يعني يبين عيال إن شاء الله والدات والدات والدين أنا والدين والله أنا قاعدة أوصل والله العظيم إن شاء الله مو بالمستشفى هم بعد إي يعني تحية كبيرة لهم يعني ما قصروا يعني أحس إنه أنا أستانس لما أطلع لما أدش حلو اسعد فوق يضيق خلقك عليك بالعافيه فوق شنو؟ عند اخوي مستشفى لا ما يشوف شر ان شاء الله يا رب ادعوا له هو الحين قاعد يتابعنا بالمستشفى حبيبي علاوي تحيه حبيبي يا علاوي ما تشوف شر ان شاء الله وانت قدها وقدود وازمه على قولتهم بسيطه ان شاء الله وتعدي يا علاوي وان شاء الله نسمع خبر خروجك من باب إن شاء الله. هذا المستشفى اللي انت فيه متعافي قولوا امين كلكم اللهم امين يا رب يا رب ان شاء الله ناخذ اتصالات ونكمل مع بعض تفضلي لا 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 كملت تصور انت تاخذ على يلا اوكي الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم الصوت الشجي زياد الحربي هلا هلا حبيبي شلونك زياد تمام شخبارك عبود والله انا بخير انت شلونك شخبارك شو مسوي الحمد لله على السلامة الله يسلمك ويخليك مشكور يا زياد وش اخبار شعبة الرياض؟ هلا ومرحبا غالي ايش اخبارك؟ تمام الله يسلمك حبيب وش اخبار نجمة استوديو الابطال دانا؟ دانا كاهي 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 تبي تكلمها اعطي المايك؟ يلا دانا كلمي كلمي زياد زياد كلم دانا تفضل وياك دانا نعم ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام عقبال ان شاء الله 100 سنة ان شاء الله مبروك عيد ميلاد مشكور مشكور يا زياد حبيبي مشكور بس زياد زين قبل نشوف مشاركتك فينا بالانستغرام وتويتر البرنامج ان في بنت تقول ان انا اخت زياد
المصادف. ايه اسمها مشاعل. اسمها مشاعل، هذه اختك؟ ايه اختي من ابوي. هاي يعني لا اختك يعني. اختي من ابوي، ما هي من امي ابوي، اختي من ابوي من المرة الثانية. لا اذا اختك من لا خلاص يعني. يا اختك من لحمك ودمك يعني. شيك زياد، شيك زياد. الله يخليكم حق بعض ان شاء الله، بس بغينا نتاكد من هذا او من هذه المعلومه اللي قالت لنا. خلاص اوكي كذي تقدر تقول مشاركتك، تفضل. يا ناس ما انت مر بي، خذي فؤادي واذهبي، وقدمي عطيرا هدية إلى أبي، أبي الحبيب الطيب من كل عطر أطيب، حضوره سعادة وقربه محبب، أعيش وأرجو وده وبالهنا أدعو له، أبي ويكفي أنه أبي لكي يحبه، يضمني لصدره وبسمة في ثغره، حنانه حسه في نهيه وأمره، يحيى كريما مؤمنا بالخير يسعى محسنا، إن كنت لم تصدقي فلتسألي جيراننا، أبي الذي من أجلنا يسعى ويبني ما بنا، يقول يا حبتي من أجلكم أحيا أنا، أبي الذي أغالي دربي إلى مستقبلي، وبث في جوانحي حب الكتاب المنزلي. الله عليك يا زياد. حبيبي يا زياد مشكور، يعطيك العافية وعلى تواصلك في برنامج سيدي الأبطال، شكرا على المشاركة، وإن شاء الله نسمع صوتك في الأيام القادمة. شكرا. شكرا يا زياد، وشكرا لكل أصدقاء برنامج سيدي الأبطال اللي دائما يتواصلوا معنا ويشاركوا معنا، ونذكر أن تويتر إن شاء الله راح يكون معنا بالفقرة الأخيرة، اللي حابنا يهني يسلم ويجي تحياته أكيد يقدر. ناخذ اتصال معنا ونقول ألو. ألو بشرى، 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 ألو، أين أنت يا بشرى؟ الله يرزقنا إن شاء الله يا رب بشرى سارة إن شاء الله على هالويكند، إن شاء الله رب يكون ويكند سعيد إن شاء الله علينا وعليكم. ريم؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زينة. شنو مشاركتك؟ أبي ألعب وأوجه تحياتي. إنزين، شلونك أول شي نلعب بعدين أوجه تحياتنا؟ زين. يلا خلينا نشوف اللعبة. يلا اختاري رقم بسرعة. اثنين. اثنين. يلا غني بسرعة أو قولي باس. 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 رقم ثاني. خمسة. خمسة. واو. هدية راح تبطلك ثنتين. أوكي؟ yes. يلا غيرها. أربعة. أربعة. يلا لغزك يقول ما الشيء الذي يقاس دون أن يكون له طول أو عرض؟ باس. باس. رقم غيره. ثلاثة. ثلاثة. سؤال، سؤالك يقول ما هي وظيفة الشرطي؟ تحية كبيرة لهم أكيد. ينظم الطريق. ينظم الطريق صح، بطلها. عرفت الصورة ريم؟ إيه؟ أحزرتي الصورة شو؟ إيه؟ شو؟ كاسكو. اي صح ببغاء صح، شطوره سوقوا حق ريم صفقه كبيره. عاده ريم شكرا. لا ريم توجه تحياتها بعدين بقول لكم، ذكرني سالفه دانا الحين. ريم وجه تحياتك. اي اي لحظه دقيقه ريم. اوجه
أوجه تحياتي حق أمي وأبوي وخالاتي وخالتي إيمان وبنات خالاتي لطوف ولولو وأقول حق أخوي مبروك توأم ثلاث. يتربون بعزة، ايش ما قلت على الهواء، يتربون بعزة إن شاء الله، الله يحافظهم يا رب ويحميهم من العين إن شاء الله ويشوفهم كبار إن شاء الله بالجامعة إن شاء الله يا رب. بقول لك شيء، عادة حبيبتي مع سلامة ما ذكرتك أنا، المفروض ما تقولي. أنا بقول لك عندك شو بقول؟ أنا متذكرة من نفسي الحين، عادة المساء يصفق شلون يصفق؟ كذي إذا كان اتيكيت يصفق كذي، إذا اتيكيت وإذا شباب كذي اي هذا متحمس ايه لا ده انا شلون صفق شلون يعني هذه وين شايفتها صفقه ما ادري اختبار عندك فقره اخيره كامله ان نصيدها شلون تصفق زين الحين تغيرها على بالك تصيدها والله الحين تغيرها انا قبل شوي صدتها بالصدفه يلا سويتها سويتها خلاص لا صفقه صفقه من ساعه شوف شوف ده ايه هذه حلو جاهزة دانا عشان نحتفل معاك زين يلا نطلع بريك يلا بريك ورادين وياكم عشان نحتفل مع دانا والكب كيك اللي جايبته ردنا وياكم من بعد الفاصل في الفقرة الأخيرة من برنامج استديو الأبطال أذكر مرة ثانية تويتر الخاص في استديو الأبطال @أبطال أندرسكور الراي مستعدين علشان نقرأ يلا السلام منور عبودي وأقول لك الحمد لله على السلامة الغالي تحياتي حق أهلي وحقك عبود أخوك أحمد وقروب عشاق عبود روح الكرام من ريمة Thank you يا ريمة منور عبود دوم يا رب وشعول شلونك أنا زياد سعود داي تعرفينه؟ حبيبي يا زياد ما عليه انا اسف سلام عبود شعول باركوا لي اليوم اخذنا نتائج الحمد لله نجحنا نسبتي 88.29 بالدرجات بهالسنه تاخرت لان عندنا تنافس من عاشقه تراب الخليج شكرا لك والف مبروك ان شاء الله مساء الخير ناطرين العشاء مساء الخير منورين يا اغلى اثنين اوجه تحياتي لكم ولبسومه ودندون الحلوه منوره حبيبه قلبي وايد اشتقت لها من لمساتي ابداع لمساتي ابداع تسلم عليك اي حركات دانا كل عام وانتم بخير دندون منوره البرنامج وما تشوف شر ما يشوف شر اخوك يا مشاعل والله يشفي ان شاء الله يخلي لكم من بنت الاصليطي شكرا بنت الاصليطي حبيبه قلبي زهره الكون تقول احلى مساء لاحلى برنامج منور عبود ابتسامتك شكرا دومها ابتسامه يا رب شكرا لكم سلام شعوله شلونك والحمد لله على سلامه عبود واقول كل عام ودانا بخير وجه تحياتي حق لطيفه وريان بنات سيتي بنات سيتي سنتر من محمد الحربي شيك محمد يلا شكرا محمد منورين انا عبالي اول شيء خربطت فعادي مساء منورين شعول عبود تحيات لي دانا خالد اقول لها كل عام وانت بخير والى طيف احبك وايد من سلمى الشريف بنت السودان الله شوف ردها رد سريع جدا زين مساء الورد عبود منور شلونك الحمد لله انا تمام وجه تحياتي حق جروب عشاق عبود مروه من الامارات عشاق عبود حق مروه من الامارات هند العنزي شكرا لك يا هند وتحيه حق مروه من الامارات انا لست افضل من غيري ولكنني امتلك قناعه قويه تجعلني ارفض مقارنه نفسي باحد من عاشقه عيال مال الله شكرا صح. كلام منطقي ورائع جدا حلوه ثقه بالنفس صحيح مساء الغلا والمعزه مساء الحب في كل حزه يا اغلى واحلى من احبه تحياتي لدانا ومشاعل عبود مع اني زعلانه منكم عاشقه تراب الخليج صفا تو انت دازه قريناه ليش زعلانه ماكو شيء ان شاء الله ماكو شيء ترك ماكو العافيه ان شاء الله شجن تقول كل عام ودندونه بالف خير دندون قاعد يقولون لك ركزي ها كل عام انت بالف خير شعول حبيبتي شكلك اليوم جميل ما شاء الله واقول لعبود ها لا ما ادري اوكي اهلين شعول عبود انا نوره من السعوديه اهدي تحياتي لمناير وهنوف اقول احبك موت وشكرا يا احلى مذيعين شعولة أنت تخافين من العين وايد الله يبعد عنك كل عين حاسدة والله يقوم أخوك علاوي بالسلامة نور من الإمارات والله نور العين ذكرت بالقرآن صح هذا واحد هذا شيء واحد بلساني قالته مشاعل ثاني شيء
ثاني شيء بصراحة يعني إحنا برنامج يعني انترفيو يعني. شنو برنامج انترفيو؟ ما أدري. يعني يسمونه. شنو قصدك؟ المهم. إيه شنو أنت بتقول انترفيو؟ كل واحد يخاف من العين. صح. يلا. أوكي. لأن العين ما ترحم يعني. وذكرت في القرآن يعني صحيح. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر إنه. عليه الصلاة والسلام. وأقول لكم شيء يعني ريلي يوم طحت أنا ترى كانت من عين شخص. ويوم طحت يعني خوش طيح عبود شعولة الله يكتب لكم كل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق بزيادة من أمل وأماني وتهاني. شكرا يا بنات كلامكم جميل جدا. زهراء من البحرين تقول سلام عبود أخبارك وجه تحياتي إلى الأصدقاء كلهم وحق وأقول حق دانا كل عام وهي بألف خير وجه تحية حق طيوف. هذه يا زهراء من البحرين لكم يا بنات. أكمل ولا راح أروح الحين قبل أكمل عبد الله يعني ولا إيه أنا قلت أكمل ولا نشوف فيديو كليب ونرجع لكم مرة ثانية عشان نحتفل بعيد ميلاد دانا. تابعونا. شفتوا البحر؟ هذا البحر فتح نوافذ للحياة نهلك وين. شفتوا البوم؟ حمل على سطح الأمل هالكويت اللي بنوها من بوادي ومن حضر كانوا بعيدين النار. هذه الشموع الجميلة في برنامج استديو أبطال احتفالا بعيد ميلاد دندوش. صديقة البرنامج جايبت لنا كب كيك صغير حلو والستايل الجديد مكتوب عليه دانا. أنا أبي آخذ النقطة مالتك عادي أوكي أقدر آخذها الحين. وهني مزينة طبعا بالفراشات وأنا صراحة وايد أحب الفراشات خصوصا مع البنات تكون أحلى. كل عام وأنت بخير يا دانا حبيبتي. شو هذه صار؟ كل عام وأنت بخير. خلاص كذي زين ونقولك كل عام وانتم بخير عقبال مليون سنه ان شاء الله ونشوفك عروس يا رب لانك انت صديقتنا وحبيبتنا في برنامج جديد. انا بعد بقول لك كل عام وانتم بألف خير والله يخليك ان شاء الله حق اهلك اللي وايد نحبهم احنا ونعزهم. فكل عام وانتم بألف خير عاد عيش بالصحه والعافيه. كلنا الحين مع بعض نسوي حق الكاميرا باي. يلا مع السلامه. So
خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو العب باركين